اوعى تزعل يا كامل. بكيت يا كامل. قال لك يعني في مهندس هيمسك ال هيمسك ال قول يا عم ما تتكسفش يا هذا. قول احنا ستر وغطى على بعض. قول المرفق. بكيت. ما خدته يا خدت بعظمه ولا من غير العظم يا هذا؟ مصر نظامها بيشحت وبتعرض حوالي 12,000 مصنع للبيع ما بين مقفول ومتعثر. هو ده اللي بيلحق؟ وفقا لكلام السيد كامل الوزير. طبعا في قطاع الصناعة الفريق كامل الوزير. يا مقطع الدنيا يا مكسر الدنيا يا مالي خزاينك في بنوكك. يعني هو أملنا في قطاع الصناعة حقيقة. البياع اللي عايز يبيع أي مصنع قطاع عام أي مصنع متعسر بدل ما يتعب نفسه ويشغله. أتمنى إن احنا زي ما قلت مع اللواء كامل كده إن احنا بالمناسبة كامل اسمح لي ان انا رايك لرتبة الفريق. مؤاخذة يا اسطى جمدانك معذبني. دفيني. دفيك من ايه؟ وكمان عم كامل شايف انه مشروع قطار سينا ده بتاع الفردان ده شيء عظيم جدا لو اي حد غيره كان قاعد في بيتهم وقال خلاص كفايه عليا كده. فلا يمكن الفرار من هذه الحقيقه او الالتفاف حولها. يا حلو يا جميل يا بايع دينك وعرضك يا ابن الكلب. شرب الخمره حرام. انا راجل نجح في قطاع النقل، نجح في الهيئة الهندسية، نجح في كل ما يعني تولاه من مسؤوليات. إذا فارق الشيء محله انتفت صفته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنتم متصورين صوت وصورة وأنتم بتسرقوا البنك. الحاجة لو خرجت من وظيفتها بتنتفي صفتها. وبيشتغل بقلبه، بيشتغل بقوته، بيشتغل بيشمر ويشتغل، وراجل قوي. يعني كامل الوزير صاحب ايادي بيضاء غير مرتعشه. انا شايف سوبرمان بولا قاعد جنبي. ما تنبرش فيها يابا. يا عزيزي انت وزير بتقبض مرتبك من ضرائب الشعب، فانت وظيفتك انك تشتغل. المكنه توقفت. انا بحكي لحياتك زي اللي هي نفس اللحظه دلوقتي. قالوا لهم صلينا الفجر، قلت لهم صلوا الفجر وربنا يكرمنا. ومن كده وبس لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. احنا قدام نسخ مكرره. كامل شغلانته انه يعمل مشروعات. فانا الحقيقه مش فاهم الفكره، اصله لو حد غيري كان خلص المشروع ده وقعد في البيت. والناس بتوعنا حاولوا كده مع الراجل بتاع هيرن كنشت شوفوا ايه الموضوع، ليه الصمام ده اتقفل. طب ما تقعد في البيت. طب ما تمشي يا امشي انا امشي غور امشي يا يعني انت يا ابني بتمن علينا بايه وايه اللي حصل يعني احتمال يقابلنا الموقف ده كتير، فاحنا متعودين على كده. فلما يجي كامل وزير لا هينقلها نقله تاني. عبدوغي عبدوغي خش انت وانا هامن على المربع. بس بسرعه عشان احنا لسه في البدايه وما ينفعش. يا رب وفقنا ويا رب نجحنا. رحنا صلينا وبعد صلاه الفجر لقيت سياده الرئيس بيتصل بيا بعد صلاه الفجر. سبحان الله بقى نكسب السباق ده وتحقق لي حلم. اللي هو ايه؟ اكل الكفته. فقلت له يا فندم سبحان الله، هو سيادتك كنت عارف ان انا مزنوق او في ضيقه يعني؟ قال لي طب بس قول لي في ايه؟ بكيت. ايوه يا لجاسيا هتصدق اسم 10 على دبه. انت متاثر جامد باين عليه. جامد يعني. وعنده ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى وفي امكانيات المصريين. هتقول الكلب ده. لا صحيح خليك واقف. هزيدك وانت رافع. لا صحيح خليك واقف. لا خد بالك الراجل واقف ازاي. الرئيس عبد الفتاح السيسي ودايما يقول لك كامل هو انا طيب. طب له وانت بتتكلم يا عرباجي. قلت له يا فندم احنا في اول يوم حفر والمكنه عطلت. وفعلا بكيت. الموضوع صعب يا فندم. وربنا يخليك لينا بقى. قال لي لا وحياد دموعك يا كامل، وحياد دموعك يا كامل هننجح. دي شكلها فرجت يا معلم، يا رب يوقف الحال. وربنا هينجح. ما تقلقش. خلص المكالمة مع الراجل ورجعت. بالمناسبة يا كامل. أنا هنا يا ابن الكئيبة. اسمح لي إن أنا رأيك لرتبة الفريق. فبالراحة يا ريس على اللي هو كامل. يا عزيزي انت بتقبض فلوسك عشان تعمل ده، انتوا بتمنوا علينا ليه يا جماعه؟ انتوا جايين تربوا الشعب المصري، جايين تعلموا المصريين الادب. مالوش خير في حاتم، مالوش خير في مصر، مالوش خير في مين؟ في مصر. اللي عايز اي مصنع تبع القطاع العام المتوقف يتفضل. يا جماعه الصناعه مش محتاجه هزار. انت كل شويه هتقول لي انا تعبان، انت كل شويه هتقول لي انا تعبان، انا تعبان اكتر منك. حتى مصانع القطاع الخاص. اولا ليه؟ لانه شغيل. اتنين لانه قوي. والله لانه شغيل. اتنين لانه قوي. والله انك انت يا حلو. اسمع بس اسمع بس اسمع بس.
حول معنى كلمة امبسبل إلى اي بسبل. مدرسة السعدية الكلام السعدية بنين هنا في الجيزة. معنى كلمة امبسبل يا جدع والله منزل وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي الى اي بوسبل مال دي يا مرسي فيومي الاخ والصديق والقائد والمعلم والانسان الرئيس عبد الفتاح السيسي راجل ده انت دمرت مستقبلي. دولة شعارها كل ما علشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي وفي عقل هيطلع ومططي. ثلاثة لأنه مخلص، أربعة لأنه عنده رؤية، خمسة لأنه بيتابع وبيجري ما بينامش ما بيقعدش في المكتب. الخاص اللي هي ليها أصحاب برضو بيهددهم هيديها ناس تانية. وأنا حطان عناشي هو بالظبط نفس قصة عبد الفتاح السيسي. أنا لو عليا ما كنتش هاجي. في عندنا آلاف المصانع، أنا بقول أهو عندنا آلاف المصانع معرفش حصر طبعا المغلقة. على مساعدته ودعمه وتقويته ليا ويجمد قلبي. معلش يا باشا ده انا بهزر معاك وانا عمري رفضت لك طلب. وان شاء الله يعني في كلام كتير هقوله ان شاء الله بعد نهايه خدمتي في مذكرات ان شاء الله. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ في كل مكان زرع نفس العقليه وعندهم تعالي استغلال اصبح عرف في جميع الاسواق يا دكتور وجبروت وديكتاتورية وأكل مال اليتيم. قولي مين النهاردة ما بيستغلش مين؟ مصر هتبقى فوضى تاني 2020. موازين الدنيا اتغيرت يا أبو صلاح. لازم ناخد هبرة. محدش دلوقتي بيوزن بالحق والعدل والرحمة. هو أنا وعدتكم فأخلفتكم؟ السنة اتغيرت زي الرات لما اتغير وبقى كيلو. لما الرئيس ورئيس الوزراء عشان يمسك حقيبة الصناعة مع النقل دي لها دلالة انه يوم يقول لك ايه ده هم بيتحايلوا على كامل الوزير. انا انتوا اللي جبتوني انا لا عندي برنامج ولا بعرف اعمل ايه بس انتوا انا هنا رئيس لان انتوا اللي طلبتوني. يا عم محدش طلبك امشي خد كامل الوزراء وتوكل على الله. احنا في عصر لازم ناخد لهبره تفتيح المخ. انتوا ما تعرفوش يعني انا بدل المرفق ده واحد من احسن ضباط الجيش. فخد بصاحبي يا عم مبسوط بيك يا عم. فالناس بالظبط والله لو كامل الوزير ده قعد في البيت وخد معاه سيء الذكر وخد معاه مصطفى مزبولي وخد معاه هذه الشرذمة القليل في الحكومة والرئاسة ومعاهم حضرة الخنازير في الانتاج الإعلامي ده هيبقى أعظم يوم في تاريخ الشعب المصري. اللهم ابطل عمل المفسدين واخمد أنفسهم ونخرب فيها ونخليها كهن. يا ولاد الكلب خليها إيه يا دكتور مصطفى؟ كهن بلد كهن. جرعة حلوة جرعة حلوة مفيش كلام. والمتاجرة في الرجالة والنسوان وبيع البلد. خلينا واحنا بنتكلم ان احنا نتكلم عن تنظيم الهجرة المشروعة. اللهم اشغلهم عنا بشاغل من مقتك وسخطك لا يستطيعون له ردا. يا بيه بيتاجر في عيون المصريين وبيتاجر في جثث المصريين وبيتاجر في دم البلازما دي مشروع البلازما اللي هو عامل من وراه سبوبة ما هي دم بلازمة المصريين. يالا يا جماعة انت فين؟ انت كويس؟ عاوز ايه يخلص؟ العمليه كلها على النت عشان اي محاولات للتخفيف او الالتفاف حوالين احنا بنضايق الزعماء وبنعطل عليهم. ورغم كده شايفين نفسهم ملائكه بجناحات. الله يخرب بيتنا يا شيخ. اللهم يخرب بيتنا احنا يا شيخ. اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد.